بال92 لما حضرت المعارضة العراقية السنية والشيعية وكردية، نعم، توصف لي الأجواء اللي كان فيها المؤتمر، نقاط الالتقاء التي كنتم تلتقون عليها، نقاط الخلاف التي كانت، وهل مؤتمر صلاح الدين كان الانطلاقة السيئة للمعارضة العراقية أو نقطة يمكن أن يشار إليها في تاريخ المعارضة العراقية؟ نحن أنا وشخصية ثانية طبقنا هناك، فأول ما شافونا الجماعة راحوا على مكتب أحمد شلبي قالوا لهم دولة لا تصرفوا لهم باجات، شنو دولة جايين؟ من هم الجماعة يعني؟ ما أعرف. فجيت أني قالوا أنتم ما اسمكم ما موجودة، قلت لا هذا اسمه موجود ومجزوز. قال موجود ومجزوز؟ إيه. قال لي فإذا أنت ملغي يعني ما متعو، قلت شلون يعني هذا حتى مبين مال اليوم مو مال البارحة، بريحة بعد ما عفوا. قلت له ما طلع ريحته على مود هذا، ضحك هو. قلت له اصلا حتى القلم الشايله بي انت شايله انت اذا تكتب بيه هو نفس القلم الشاز بيه انت. قلت له شو وقت وصلتك القوائم اول مره؟ كان يقول لي وصلتني قبل من البارحه. قلت له ليش تكذب اخي؟ هاي القوائم وصلتك هسه، لان القلم اللي بيدك هو نفس القلم اللي تكتب بيه. حتى الحبر بعد ما جاف؟ قلت له حتى ريحه بعد ما طلع مال بيت يومين ثلاثه. هو ضحك قال من هذا اجوا قالوا لي شو اسمه؟ ها اي لا والله الا حط اسمك. وقف اخذوا لنا صوره الامريكان اعطوني باج الامريكان. الامريكان كانوا موجودين، الامريكان كانوا موجودين. زين هو من هذا؟ انا من جيت الفندق صراحه ضحكت لان شفت الكهرباء من الصبح لليل ما طفت فندق المؤتمر. قلت يا جماعه هاي الكهرباء مين؟ قالوا من الدبس. قالوا ها سيدنا هم عندك اعتراض؟ قلت لهم مال المؤتمر ضد صدام حسين تحضر المعارضة العراقية سنية وشيعية إسلامية وعلمانية وبرعاية تريد الصق برعاية أمريكية وتريد الصق صدام حسين والكهرباء من صدام حسين شو نصير؟ يا معودين خاف هذا كمين وراح يشيلونا شيلة واحدة بالضحك يعني لو أكو تنسيق سري. سؤال خطير كاكا من يفهمني؟ انت ما كنت تشاق كنت تعني طبعا مو؟ فالكردي صديقي لان عارفه من زمان اتصلت بي قلت له انا راح اجي كذا كان مرافقني قلت له كاكا تحسين شنو القضيه؟ من مع من؟ من سيبيع من؟ قال اني هسه راح ارجع الزاخو. قلت له ليش؟ قال اني ما اخذك بدخل مشاكل لو تسكت. ضحكنا جينا يحضرون الجماعة مؤتمرات يجلسون نسمعهم ما شفت رؤية استراتيجية بها ريحة تغيير النظام أو تأسيس منظومة وطنية قوية قانونية أخلاقية تكون بديلة في حال سقوط النظام. ولكن شفت صراع على السلطة وليس سلطة الدولة، سلطة حتى دخول البوابة. يعني أتذكر أبو عباس مدرسي و رحم بالي أبو جواد عطاري يمكن أي وبعد يمكن شيخ جمال الوكيل لو يمثل منظمة العمل اجوا يطبون على الشيرازية اجوا يطبون فهذا يجي يطب قبل هذا هذا يجي يطب قبل هذا فانحصروا بالباب زين هاي الباب شنو انا باوع اللقطات هاي مخزية الضحك يعني الكاميرات يعني ربك ما موجودة يعني ما كان اكو خبرة بالمعارضة العراقية بحيث كاميراتها مثل هسة وتعرف شلون تلون واحد يقول لا خل انا اطب قبله يعني حتى واحد قاعد فوت ايده بخشمه يعني قاعد يعني اكو كاميرات مثل هسه كان فضحوه واحد قاعد يحك براسه واحد يمسح مناظره بالرباط مالته حتى قلت لهم شوي انتبهوا الكاميرات ما هيك حتى صحبه اجنبيه موجوده واحنا على اساس نسقط صدام المهم طبيت المؤتمر طبينا شفنا يعني ماكو الحوار مو حوار اسقاط نظام لا حوار تفاهمات كانما دعوه من كاكا مسعود الله يحفظه ومن مام جلال كانما دعوه اشعار النظام او نحن هنا اي ب
بس كان اللولب العملية كان أبو هاشم أحمد شلبي. يعني حتى من كان يقترحون اقتراحات أو يحشون يقولون أنا من رخصتكم أطلع أخابر، فيطلع يتقي مع القائد الأمريكي ويتصلون بواشنطن ويرجع يقولهم إيه ولا، يعني كان المؤتمر مسير. أها أنا دا أحكي لك اللي شفته. كمل. فالحاصل الرجل أحمد شلبي أنا أشاقة، عندي فن البوليتيك كوميديان، يعني ها من راح يصير رئيس دا أشوفه هواية، شنو رأيكم نسويها جمعية كل أسبوع واحد؟ بس هي صارت يمكن بولي بريمان سرق هاي الجملة وسواها كل شهر واحد، خالي لها محور هاي القضية يعني. فأحمد الشلبي الله اهتم بي هواية، حتى سألني ليش ابني يعني هيك أنت ذكي أنت كذا أنا سامع عنك، ليش هيك ديكورك؟ قلت له ما بي شيء أما الحلال، شال لي فلوس 10 أوراق. قلت له مو كل الرجال لها أرقام دكتور، ما توصل للرقم لحد ما أموت ما حد يوصل للرقم، شو بقني باصني. قال لي والله لو تيد عيوني أعطيك يا عنز، تعال اشتغل وياي. قلت له أنا كرهتك لكونك تشتغل وياي أمريكا، اشتغل وياك شلون؟ فضحكنا. صار المؤتمر، رأى واحد يمثل الأكراد، كان موقف إمام جلال أنا أحبه هواية رحمة الله عليه. الله يرحمه. قال أنا يمثلني كاك مسعود بلا تردد، كأنما محطوط هنا أنا. جماعة الأخوان السنة هذا النقيب حسن النقيب أبو فلاح، هو شنو يعني هو شنو صار خلاف سوريا حول إدارة المؤتمر، فحافظ أسد بلغ فيش خابور المعبر قام بشني قالهم يسحبوا الابلاغ. سوريا كانت معترضة على مؤتمر صلاح الدين؟ ها؟ سوريا كانت معترضة؟ ما صار خلاف. كان بوقتها حافظ الاسد. حافظ الاسد رحمة ايه؟ الله عليه. قالهم يسحبوا البلامة. فسحبوا البلامة يعني. فجماعتنا بقوا من عندهم بقوا بذاك الصوب. من عندهم عمره. يعني اكو يعني اكو بالنسبة لحافظ الاسد يرى رجل قومي يعني. يرى بأن هذا المؤتمر ترعاه أمريكا. فما لازم خلاف عليه. ما لازم ينجح يعني. بينما الأتراك لا، كانوا يردوا ينجح وما يردوا ينجح، كورقة ضغط على صدام حسين. ها أنا في هاي المرحلة انفصلوا هم بعد ما لهم علاقة سعيد، بهذا الوقت الأكراد منفصلين عن حكومة بغداد. هم لا ما كانوا منفصلين، كان حكم ذاتي 92 ما هو انفصال، ما عندهم اتصال بالسلطة. لا لا هم عندهم إدارياتهم مع السلطة، رواتبهم يعني شو مكانة جامعة أربيل، طلاب عندنا من جامعة أربيل يروحون يرجعون. إيه لا هو شنو كان القبعات الزرق كحماية وحماية يعني شو محمية عسكرية ما يدخل النظام يعني لا قوة لا كذا، ولكن كان التصرف كله بيد يعني الإقليم يعني حتى كان يعني كانت يعني حكم ذاتي شبه المستقل، ولكن موارده وكذا موجودة من نفس العراق، ما تم موارد أخرى. والدليل كانت يعني واحد يروح الى اربيل ويرجع يعني على الهوية يعني. يعني ما كان مثل ما تقول هسه احنا نسميها الفيدراليات. طيب نبقى بالاصل الموضوع. واحده من اللقطات صار حسن النقيب ممثل عن السنه. أي. وصلنا انه صار خلاف، طلبوا استراحه الربع. ليش؟ لان من يمثل الشيعه؟ ابراهيم الجعفري، السيد عبد العزيز الله يرحمه، فلان، شيخ محمد باقر الناصري كان ضيف، واحد شافوا يعني قاموا يقعدون يعني. أحمد الشلبي موجود. أحمد الشلبي موجود. اللي هو اللولب. هو اللولب. بس أحمد الشلبي أنا اللي افتهمته وقلت له أنا وضحك هو. قلت له أنت لميت المعارضة لأجل تسقيطها أمام أمريكا. قال كيف؟ لأنه تراوي أمريكا بأن الشيعة ما راح يتفقون على واحد، فماكو غيرك. قال لي هاي شلك بيها؟ قلت له لا، لأن هسه أنت فضحتنا، ذولا وافقوا ذولا وافقوا، وإحنا بيناتنا صار صراع.
جديد الرسالة توصلها إلى الأمريكان بأن ماكو شيء راح يتفق على إدارة الدولة، وإذا اتفقنا راح نتدابح بيناتنا. ضحك. أنت كان استنتاج له هي هاي الحقيقة؟ الوضع يأهلك أن تستنتج هذا الشيء. وضع المؤتمر، هل الشلبي فعلا كان يقصد هذا؟ يعني الشلبي كل شيء يتوقع. يعني فمن ضمن النقاط اللي أتذكرها اللي أتألم عليها، كنا قاعدين تعشينا خلصنا أكو بهو قاعدين أنا وأخ قاعد يمي، سمعت لقاء بالتلفزيون أو على إذاعة كاميرا وبنت واقفة لتسأل أحد الأخوان على إحنا بالليل شنو يوم الثالث، جتنا وثيقة توزعت لنا وثيقة من ورقتين، الأولى كذا والثانية تعليمات. قلبت الثانية شفت خريطة العراق مقسومة إلى ثلاثة معدة سنة 1919، ولكن فتوى المرجعية العظمى في ذاك الوقت ألغت الوثيقة. أتحدث في 92؟ 92 الخريطة اللي إجت خريطة جديدة لتقسيم العراق قصدك؟ إيه، هي نفسها معدة سنة 1919. زين، من اللي جابها هاي الخريطة؟ من اللي طلعها؟ وزعتها، وزعوها جروب أحمد شلبي الأمريكان. أي من عندهم دفها وحطها بصفحة، ومن عندهم أخذها حطها بجيبه. أنا بوعت ثاني يوم سمعت واحد دا يحكي بيد العراق يعني عادي أن يكون فيدرالي يتقسم إلى ثلاث مناطق، والفيدرالية ناجحة في أمريكا، وتجربة الفيدرالية لازم أن تكون في العراق، ويجب ويجب ويجب. أنا اندهلت، هذا إيش ده يحكي؟ أكو توافق بين التصريح وبين الخريطة؟ نعم، هذا إيش ده يحكي هذا؟ فأنا رجل ما أعرفه، بابايت له يحكي من وراء، قلت له من هو؟ اللي هذا أبو يسر، يا أبو يسر. ويسرنا أبو لندن، قال لي لا شو يجي يجي حدا العباد الحالي؟ نعم، بسمعني هو بسمعني، لا شو يجي يجي هذا غلط. فخلص الرجل، جيت عليه سلمت عليه، قال أنا السلام عليكم، أنا السيد أبو جهاد، أنا سامع عنك وأنت من أخواننا في مكتب لندن، وأنا أخوك سيد أبو جهاد الحسني. قال أهلا وسهلا بالسيد، أخبارك حلوة كذا. قال أبو يسر شو صراح يجي؟ شعب أمريكا شعب لقيط، شعب مرتزق، احنا شعب كله سنة وشيعة، كله شيعي سني وسني شيعي، والكردي سني والكردي شيعي. ايش كان رده؟ والكردي سيد والسني سيد والشيعي سيد. لا حد يقول لي بالصاهرين، احنا ما بالصاهرين، احنا كل احنا اولاد عشائر. هذا غلط اللي صراحة تلاحق الغي التصريح وطلع بالجواب عشان. لا، كان ما كان لهاي القابليات الامكانيات صراحه، يعني كان يسجل بعدين، بعد ما كان عندنا، كانت بس الكاميرات الامريكيه يعني القنوات اللي متقدمه، اما احنا ما كان عندنا صراحه. خلينا نقول حتى لو كان بالجوف ضمن محيط الاربيل يعني، وهذا دليل بانني من راح نزلت اخره ودينارته وهذا المناطق اللي كنت عايش بها سابقا، عشان يسألوني على المؤتمر شنو هذا، فما كان يطلع مكانك وإعلام منتشر. إيه نعم. فالرجل مثل ما أخذ بحكي، فأهلا وسهلا إجا واحد سلم عليه. إذا انطلاق التقسيم العراق أو مفهوم تقسيم العراق ابتدأ من مؤتمر صلاح الدين. أنتم المعارضة العراقية كنتم تدركون ومن البداية أن المخطط الأمريكي من خلال الخارطة البريطاني والأمريكي حتى أنه هو تسير باتجاه تقسيم العقل الأمريكي، العقل البريطاني والمنفذ على المنفذ. كنتم تعرفون من البداية أنه أسقاط النظام على يد هؤلاء أو بمعاونتهم هو الذهاب باتجاه تقسيم العراق. تقسيم العراق نعم.